جزء من الشعب التونسي بالأطياف نتاعه طبعا مختلف الأطياف نتاعه في وحدة لسان لرئيس الجمهورية قيس سعيد. أنت من جيتنا ساعة؟ أنا جيتكم من باريس. يعني جيت من باريس سبيسيالمون باش تشارك في الوحدة؟ سبيسيالمون جيت من باريس نحمد ربي أن ربي كرمنا بالرئيس هذايا وماذا بيه ديما الشعب معاه وإن شاء الله ربي يبارك له وإن شاء الله ربي بعد عليه البلاء والأصحاب السوء هذايا اللي دايرة بيه في كلاب الدم. وحاجة واحدة نقول للرئيس نكون قوي وإحنا نقويه إحنا باش نقويه وإحنا معاك لآخر درجة وباش نقفوا معاك لآخر درجة وبلادنا يلزمها تنظاف من لي زافريكا اللي يحب يجي يخدم لي سينيغالي لي ماليان جو بريسيز لي سينيغالي لي ماليان لي سوداني هذوكم مرحبا بهم الباقي كوت ديفوار ولا كوت ديفوار الكونغولي ما حشناش. هاو انت من مواطنين بالخارج هاو عندنا توانسه مثلا معناتها حارقين يعيشوا بطرق غير قانونيه في بلدان الغرب. وي مي فرنسا طردهم فرنسا طرد ما حاجتيش تطرد في بلادنا احنا ايام الجامعه قاعده تطرد فيهم فرنسا قاعده تنظف احنا من عنا الحق باش نطردوا عباد تهلك لنا في بلادنا. ماهوش متأقلم ماهوش انتجري معانا ما يعيشش معانا. أعطينا تقييمك لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه الحكم تقييمك للأداء نتاعو يدي يقولك حاجة ربي جابولنا ربي هبطوا علينا هدية من السماء إنسان لا غير منافق إنسان متواضع إنسان يصلي يقعد مع العباد يحكي مع العباد إنسان إحنا نحبوه إحنا نحبوه ربي سبحانه جابولنا رحمة لتونس خاطر إحنا عشنا الذل عشنا الهم المزيرة حتى الغلية متقبلين الفقر متقبلين المهم ينظف البلاد من الهم ذا وكل أي إنسان غلط في تونس يتحاسب سواء نجم وانت تحكي معناتها نجم شكون واحد من المتابعين من المشاهدين يقول لك لا انت خاطر تعيش لبرا ماكش عايش الوضع ماكش عايش الفقر ماكش عايش الغلاء ماكش عايش الوضع وفلوسي ندخلها لهنا وماذا بيا حاجه رمز حاجه كي خفيفه باش نوجهها رئيس الجمهوريه ماذا بيه ينقص في الليبيه خلي الموتينينا بالخارج تدخل وتدخل لورو وتعمل مشاريع خاطر قتلونا يلزم ينظف الديوانه ينظف الهم هذاك الكل باش العباد تحل مشاريع را ولادنا ضاعوا غاديكا ولادنا ولاو فرنسيس ولادنا تفرنسوا ما عادش يحبوا البلاد حلوا البلاد حلوا البلاد وديوانه يلزمها تحل بيبانها خلي العباد تدخل خلي تدخل فلوسها تعمل مشاريعها فهمت علاش نعطيو لي زامبو في فرنسا الوغ احنا تونس اولى صدقونا ولادنا كبار يقول لك انا جي في با لا بوليس كل دقيقه ماهيش غاليه ماهيش غاليه فهمت يلزم ينظف الاعلام اللي يعطي في حاجات خايبه الموتينينا بالخارج تعرف قديه توا حاليا مدام ان كوبل افيك فواتور قديش يدخل 4000 يورو باش يدخل اذا عنده خمسه سته صغار كيف يحبوا يدخل شنو الصعوبات وانت تحكي باسمي واسم المواطنين بالخارج فقط يشكرك الديوانه عندنا قلق ديوانه عندنا قلق ديوانه انت تجي العشره بتاع الصباح تروح الاربعه تاع العشيه من الديوانه معناتها عباره انت داخله سرقه داخله سرقه تسرق كانك تترعب كي تدخل ديوان تونس تترعب فرنسا كي تدخل فرنسا تعديك على سكانير وتعدي على روحك باي باي اوفوا احنا الديوانه تفرك اتو مدام خليل الديوانه تفركست سكانير يفركست يجي الاخر يفركست معناتها تتعذب ولادنا ما عادش تحب تجي يقول لك لستومبي نمشي تو مدام لاسباني نمشي لاسباني نمشي لانجلتير نمشي لتايلاند وما نمشيش لتونس معناتها هذه نقطه ماذا بيا رئيس الجمهوريه ينتبه لها خاطر شوف سون لي زيترونجي برشا ناس عندها فلوس راه في الاوروب خلي دخل الفلوس سهلونا خلي توفروا لهم الارضيه وفر بيان سور انسان عنده يحب مشاريع خلي يحل على روحه خلي جان تخدم فهمت خلي لي جان تخدم وحاجه سونيا دهميني هذيا ما تمثلش المراه التونسيه انت كرونيكوز شعرك يقول عليك راجل تتجرأ انك تتكلم تتجرأ انت انك تسب تونس سبينا الكل انت هند تونس كامله الرايه التونسيه هند ولذا انت يا سونيا الدهماني ما تمثلش تونس وماذا بينا بربي نظفوا التلفزه باش ما عادش نشوفوا مناظر هذيك ما عادش نشوفوها.
موزايك ولا هذوك فدينا فدينا والتلفزه التونسيه ما فيها شيء، كان البيوع وكان الشراء وقمضات وحكايات يا خويا نلفوا التلفزه. عموما وضع البلاد وين ماشي؟ نحو الافضل؟ اوني بيان، سي فغي كو سي شير، مي العباد فاقت ما عادش تحمل. خو شير، اما العباد فاقت. يا خويا حاملين والغلاء، المهم تنظاف البلاد، عملت تخلص. احنا نحبوا العدل، هذا عمل لي خلص، انا عملت نخلص، الناس كل سواسية، مش هذيك على راس ريشه وذيك على راس سطل، سي با باغي، كلنا كيف كيف، الانسان عمل لي خلص. هذايا نداء خاص لقيس سعيد، بالله دور وجهك شويه للمواطنين بالخارج، دور تلهي بيهم، راهو هذيك كنز كنز، فما ناس عندها فلوس. تخاف من السريق، يقول لك انا نعمل انفستيسمون نلقى روحي في حبس، نلقى روحي فلوسي مفكوكه، يخافوا العباد. تعطي للاداره. اي تعطي للاداره والديوانه وربي تلهي بينا شويه، ونقصوا سورتو في الليبيا، خلي التونسيين ما يمشيش لاسباني، ما يمشيش لتايلاند، يجي لتونس، خلي يعملوا انفستيسمون، خلي ولادنا يعرفوا الاصاله بتاعنا، يعرفوا البلاد كيفاش تمشي، يعرفوا برشا حاجات بالله. وفما عائلات انا بنيبه عندهم ما ينجموش يجيو، عنده خمسه سته صغار اي بو با 6000 اورو جايين ما ينجمش امبوسيبل 6000 اورو مصروف لهنا، كاريين كرهبه لهنا، كيفاش باش يجي؟ يلزم تتلاو بهم مواطنين بالخارج بالله، وتجيو نظر عليهم ويرحم والديك وشوف اهو برشا ناس ما تمثلناش، هذا يمثل تونس، وان شاء الله ربي يخليه، ان شاء الله ربي يبارك له، ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى، ان شاء الله ربي يعاونوا علينا.